بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة نتكلم على similarities و differences between DNA and RNA. DNA and RNA similarities, both are nucleic acid. يعني DNA والRNA عبارة عن nucleic acid, أحماض نووية. Both are composed of nucleotides, كلهم عبارة عن nucleotidات. Both have sugar phosphate backbone. طبعا كلهم لازم يفهم اللي sugar phosphate backbone. And both have four different types of bases, كلهم بيكونوا من أربع قواعد نيتروجينية. يبقى ده أوجه التماثل والتشابه ما بين الـ DNA والـ RNA. طب أوجه الاختلاف الـ differences between them. الـ DNA found in the nucleus والـ RNA found in the nucleus, بتكون في الـ RNA في النيوكليوس وبعد كده يطلع فين؟ في السيتوبلازم. طيب الـ DNA ده عبارة عن genetic material, المواد الوراثية, المادة اللي هي genetic information. لكن الـ RNA just helper in the protein synthesis, بيساعد في عملية بناء البروتين. الشوكر الموجود في الـ DNA اللي هو deoxyribose, اللي موجود في الـ RNA اللي هو سكر الريبوز. البيزس القواعد اللي هي الـ A و T and C and G, هنا البيزس هنا A and U C and G. الهيليكس هنا أو الستراند هنا دبل ستراند, يعني عبارة عن شريطين مزدوجين, وده عبارة عن سينجل ستراند. ده دبل هيليكس وده نو هيليكس, ده ملتف لأن ده شريطين ده غير ملتف. ده ترانسكرايب, نقطة مهمة أوي, يحصل له عملية نسخ عشان يديك الـ mRNA. لكن الـ RNA بيحصل له ترانسليشن, يعني ترانسليتد تو جيف البروتين, عشان يبني البروتين يحصل له ترجمة translated, لكن ده بيحصل له نسخ عشان يدي الـ mRNA. الـ DNA specifies البروتين, يعني مين اللي يقدر يحدد نوع البروتين؟ هو الـ DNA. طيب الـ structure and function of the protein. الـ proteins are composed of building blocks called amino acid طبعا, و have 20 amino acid found in the cell form the protein, بتكون البروتينات. البروتين differ from the from each other by the number and the sequence of amino acid. يعني لو عندي سلسلة من البروتينات كده أعرف نوعها بإيه, أو فرق بينها وبين بعضها بإيه, بعدد الأمينو أسيد الموجودة جواها وبال sequence of the amino acid, يعني بترتيب الأمينو أسيد اللي داخل البوليبوبتايد تشين, which determines the protein shape. وطبعا دي اللي بتحدد إيه شكل البروتين. وقلنا قبل كده البروتين shape is everything determine the structure and determine the function of the protein. وقلنا البروتين determine the structure and the function of the tissue أو of the organ. يعني some protein have several structure serve as a structural function, بتبقى تركيب أو وظائف تركيبية موجودة في البلازما ممبرين, and act as do function, يعني ممكن تؤدي وظيفة زي الانزيمز الموجودة في السيل, which speed up the chemical reaction, بتسرع كل التفاعلات الموجودة في الخلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.